انا دابا في مرحله ديال كنشد الابار في البلاكي في كونترا بلاكي في الخشب. دابا حنا في مرحله ديال كيفاش كنتراسيو العبارات ديالي. دابا هاد العبارات كاينه بعد العبارات مراو بزين، كنشد العبار ديالي باش عادي ندفعو الماكينه ديال السي ان سي، هما هادو التراسوس ديالي باش عادي تقطع من الماكينه ديال السي ان سي هاد العبارات اللي بغينا كما كتلاحظوا. السلام عليكم الخوت، كما كتلاحظوا معنا عندنا الديكور ديال الخشب الله يزال. اليوم ان شاء الله يا ربي تكون شي حاجه زوينه. تبعوا معنا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه وتشوفوا معنا كيفاش غنبرزوا هذا. تشوفوا لي كتبلاكيد الخشب ديال الله يزال الشين. غادي نضربوا له البرنيز، هذه شو علامه التعجب. ودابا غادي نوريكم بلاصه هذا البيسي كلاس ديالو. دابا غادي نوريكم بلاصه فيها الركبه. البلاصة الأولى هي هادي، هادي غرفة النوم الرئيسية بيس كبير، لاحظتو الليد ديالو مدايز. وهادي هي بلاصة كاينة الأولى في الثانية، كيجيو داخلين ببعضهم. خلينا هاد البلاصة فين كينزل الليد ديالو مدايز. هاد الليد هدا كيكون خصو يكون مجهد. كاينة ديك علامة التعجب اللي شفتو هي هادي، جات في الكلوار ديال الغرفة. كاينة الغرفة هي هادي، كاينة الكلوار ديالها اللي هو هدا. غتشوفو معنا كيفاش غيجي هاد الخشب. الضو شاعل ولي عند في الدور. كاينه غرفه اخرى عاوز، وهذه بيس نعاس الثانيه غرفه النوم. كما كتلاحظوا التريسين كيعادنا اللمسات الاخيره ديال الليد. معلم عزيز حتى هو الله يعطيه الصحه، هو اللي دوز هذا الليد كامل. هاو كيقول لكم ما تنساوش شي لايك اشتراك ابوني. عندنا البرنيز، البرنيز اللي كيخلي اللوح طبيعي. هذا البرنيز كيخلي الخشب كيف ما هو. نزيدو له شويه الزيت باش كنخفو. وعندنا الرول كنخلط شويه ديال البرني كنخويه، كنخفو قلنا شويه ديال البرني كنخوي عليه وكنحركو مع بعضو مزيان. وكنبدا مرحله الرولو، كنستعمل الرولو افضل احسن من بيستول. بيستوله اولا الرشاشه كتوسخ. مثلا دابا حنا الحيوط مضروبين بالديكورات الصباغه، الا جبتي بيستوله ولا شي حاجه تسرون الدنيا مرة. أما بالرولو كتخدم، يعني كتطلع الخدمة مزيانة في نفس الوقت ما كترونش الدنيا. حتى البرنيس كيطلع مزيان بهاد الطريقة الخوص. هاد البرني إلا لاحظتو كنعطيوه غير لمعان. الخشب كيرجع كيلمع، ما كنخليوه كيف ما هو، ولكن كنزيدو لواحد اللمعان كيما شفتو أول لمعان كيفاش رجع، يعني في واحد اللمعان. هادي مبرنزة، هاد القطعة هادو مبرنزين عندي. ما بغيتش نستعمل البرنيز اللي كيغلق اللوح، استعملت البرنيز اللي كيخلي اللوح في طبيعته. كما كتلاحظوا ملي كضرب كتعطيه غير اللمعان وكيبقى في نفس الطبيعة ديالو. من بعد ما برنزنا الخشب ديالنا وصبرنا عليه واحد شويه حتى كينشف، خصو شويه ديال الوقت. دابا واجدنا التركيب. غنبداو بهاد القطعة هادي هي الاولى الخوص المربع. ودابا غنمرو المرحلة ديال التركيب. غنربحو قلنا نبداو المربع هذا هو الاولي. هي بلاصة فيها جهة اللي غرفة النوم الاولى اللي غنركب فيها الله يسر. كنقيو ديك الغابة، ديك الربابة كنقيوها مزيان. إلا كاين شي شريطوش كنزولو. نجيو نقيسي كلاص ديالنا كيما هذا هو على النوع اللي مزيان. كنزولو الوينكا ديالو، هادي النقشة مبدلة، هادي ماشي بحال بحال، لأن كل غرفة النقشة ديالها بشكل. شنو هادي؟ مشطونا النقشة ديالها من بعد ما ضربنا عليها البرني. كنا نقيسي كلاصة ديالها. هاد المربع فيه شي حاجه ديال الترابيز ما جاش ركاب، لحقاش مشينا على حساب الغرفه ديال النوم. ملي جينا نضربو ركاب غنبينو بزاف ديال الغرفه، ولهذا راه فيها شي حاجه ترابيز. ومع ذلك الا خدمت على داك الترابيز، المهم واخا الغرفه مربزة، خلينا نخليو كل حاجه الجنب ديالها. لاحظتو الجنب، راه ضربت الطابله ديال الجنب وعملت الليد وخليت نفس الطابله دايزه نفس القياس.
وكذلك في الوسط الليد كيشوف الليد نفس القياس وداك الباندا ديال الوسط ضربنا على نفس القياس. والكرو المربع ديال الوسط ديالنا كما كتلاحظوا جات هو قياس. وان شاء الله في شي حلقه اولا في شي فيديو نوريكم الطريقه كيفاش تشدوا العبار ديال الترابيز تكون بلاصه مروزه. الترابيز كتسمى فورس باش يعرفوا الانسان شنو هو الترابيز. الترابيز هي حاجه ما كتكونش ركاب 90 درجه، كاينه بحاجه ملي كتكون ركاب مثلا كتعمل الركاب كتبان 90 درجه. هذه الخوص الاولى الشكل جات والفرزه زاله طلعت ما شاء الله. فينا الضوء الشمس بالنهار كيعطي الديكور رائع. دابا الحال مظلم شويه لها ما كاينش الضوء. هذه بالنسبه للغرفه الاولى. دابا تبع معنا باش تشوفوا على الغرفه الثانيه اللي هي الغرفه الرئيسيه. تشوفوا معنا واش غادي نركبوا لها واش كيش غتطلع. هاد الفيديو تا هو موجود على القناة اللي بغا يتبع الطريقة ديال العمل. المهم الروابط هاد الرابط هاد الفيديو كيفاش تستخدم مع الخوت غتجبرو في صندوق الوصف وفي أول تعليق. غتجبرو الروابط الديكور كيفاش تستخدم وغتجبرو تا الديكور الثاني اللي غنوريكم دابا إن شاء الله. فهاد النوم الثانية الرئيسية اللي هي هادي الخوت كاينة فهاد التخيلة هادي إجا صرفة النوم عندها الدخلة. غادي نعملو علامة تعجب يعني ألف نقطة نقطة علامة تعجب غنعملوها بخشب ليزر. وهنايا كاين هاد الديكور هدا لي شفتو قلنا الديكور هدا كاين في صندوق الوصف كيستخدم هاد البيت هدا. لي بغا يعرف الطريقة ديال الخدمة ديالو يتساليو هاد الفيديو. عاودو صندوق الوصف غنجبرو الرابط ديال البيت الأول اللي هو اللي ركبنالو دابا قبل والرابط غرفة الرئيسية اللي هي هذه. الأماكن اللي يجي فيهم خشب الليزر عندنا هذا وهذا فيهم الليد ديالو وعندنا هاد علامة التعجب. المهم دابا غادي نمرو المرحلة ديال التركيب. هاد الزواقة هادي ماشي هي اللي ركبنا في البيت، هادي الزواقة مغيرة عليها، هادي الزواقة مبدلة. كما كتلاحظوا معنا الفوس اول مره كتشوفوا خشب الليزر كيتركب في غرفه النوم. دائما سباق ما هو جديد ما هو احدث. كنشاركوا معكم دائما احدث الموديلات رغم بعض الناس كيسرقوا من الافكار وهذا، ولكن كاين اللي كيعيط لنا وكيتصل بينا وكيشكرونا بان كنفيدوهم، وكاين اللي كيستافد وما كيرضاش حتى يقول كلمه طيبه. على اي حال حنا الهدف ديالنا من القناه هو نكونوا كنفيدوا اكثر قدر ممكن. قلنا لاول مره كنركبوا خشب الليزر في غرفه النوم، ركبنا في الصالونات بزاف ديال الخطرات بزاف ديال المرات ركبنا خشب ديال الليزر في الصالونات وشفتوه في القناه. اليوم في هذا الفيديو شفتوا معنا كيفاش نركب خشب الليزر كيف تستعمله في غرف النوم، يعني حنا استعملناه في غرف والنتيجه ان شاء الله يا ربي من بعد ما تكملوا هذا الفيديو غتكون رائعه. المهم خليكم معنا جميع التفاصيل باش تشوفوا المراحل الاخيره اللي غادي نوريكم ملخص كامل وتشوفوا الخلاصه ديال هذا العمل اللي قمنا به الان. اللي بغى يتبعنا على الانستغرام الخوت يكتب عبد الرحيم من نقطه بلاتري بالفرنسي ويتبعنا الانستغرام ديالنا عبد الرحيم الرحيم غ حيم ومن نقطة ومن بلاتغي ويتبعنا الانستغرام. كنشروا اليوم القطعة اللي هي هذه شوفوها واضحة. غادي نقصها ديالنا دابا هاد الكرة وبقلنا علامة التعجب. الإخوان عملوا النجيم وعملوا النجيم في الفيديو تما كتشوفوا كان دايما كنشارك معكم أحدث الموديلات شي حاجة مزيونة. عملوا جينا هاد الفيديو اللي ما اشتركش في القناه كاينه تحت الفيديو داك الرابط حمار سبسكرايب او ابونيت كاينه اشترك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد. بارطاجيو مع الاخوان المهم اصحابكم الناس اللي مهتمين بهذا الشيء هذا بارطاجيو باش الفيديو كيطلع. كما كتشوفوا دائما كيجيكم ما هو جديد والطرق احسن الخدمه الزواقه موديل جداد. هاد الزواقه هذه اول مره كنخدموا بها كما كتلاحظوا اللوح الشين ماركه اللي مزيانه. طرق الخدمه احسن طريقه الخدمه هي هذه الفوس كما كتشوفوا يعني دائما
ما كنبخلوش عليكم معلومات، واخا هادشي هذا راه كاين اللي ما يوريهلكمش، يعني هاد المسائل ديال الخدمه كاين اللي كيبغيش يوري هادشي هذا باش ما يستافدش من واحد اخر، حنا كنوريو هادشي و كنحسبوها صدقه جاريه، المهم كنحسبوها اي حاجه يستافدوا منها الناس، والناس اللي الحمد لله كيتواصلوا معنا كيستافدوا منها، هذاك هو الربح راس المال. كما قلنا الى عجبكم الفيديو شفتوك السحق لايك عمرو لايك. وايضا الخوت اللي بغى يتبعنا على الصفحه ديالنا على الفيسبوك حتى هي ديكور وافكار بحال الاسم ديال القناه ديال اليوتيوب، ادخل للصفحات ديال اليوتيوب وتكتب ديكور وافكار اتبع جوار الصفحه ديالنا على الفيسبوك، قلنا الصفحه ديال الفيسبوك ديكور وافكار بحال الاسم ديال القناه ديال اليوتيوب، والانستغرام ابدو رحيم بالفرنسي ابدو بالاي ماشي بأو ماشي بأم دورة اي عبد الرحيم بلاتري نقطة بلاتري، هادي ديال بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي ديالنا اللي كنقول لك هادشي هادي. حنا دابا في المرحلة الأخيرة الخوز المراحل ديال الأخيرة ديال التشطيب، المهم حنا دائما ما هو جديد كتشوفوا في هاد القناة وكنشارك معكم أحدث الموديلات، أدورها من أحدث الموديلات احدث الشكالات اللي ممكن تشوفها حاليا، دائما السباقين الخصوصي مما قلنا ما هو جديد. هذه النقطة هذه علامة تعجب، هذه النقطة نبداو بالنقطة هي الغطاء ديالنا الصاص مطعم، نجيو هذا ما كيلصقش الخبز، هذا كيتقال على الخشب وكينزل باش كيجي تكعيب، وكاينه بلاصه هنا اللي كيتفكسا باش حتى لو وقع شي حاجه في الكهرباء يكون ساهل يزول ويرجع بسهوله. البيس ديالنا هو هذا الخوص، هنا ديال هذا الراس ديال الفراش مازال فيه شي خدمة، مازال عاجي واحد الديكوراسيون في وسط ديك الراس ديال الفراش، الغرفة ديالنا هي هادي الخوص كما كتلاحظو بالخشب، رجعة الروعة بما كان، انتوما كتلاحظو لكم التعليق، ساعة كتبنا في التعليق كيف جاتكم هاد غرفة سناو من بعد ما ركبنا على الخشب ديال الليزر، ما شاء الله. حكمة كاملة الفوز دائما في العبر، إلا حكمتي العبر راه تقدر تحكم في هاد الخشب ديال الليزر، إلا ما حكمتيش العبر راه يوقع لك مشاكل كثيرة، حقاش هو في العبر كاين اللي كي اللي ما كيحكمش العبر وكيطيح في المشاكل. بعدا نمرو العلامة ديالنا ديال التعجب، جات رائعة الفوز دخيلة. البيس اللي خدمناه جا في الطرف داك السلوم ودور هايل، وكنجيو من هنا كنشوفو البيس الثاني، البيس الثاني جا حداه كينا قلنا هنا ودور، هذا البيس اللي شفناه.